السلام عليكم خوتي، رمضان كريم. صحة فطوركم لكل الجزائريين داخل وخارج الوطن. كي نقولوا قانون البهاماس نقولوا الحاج محمد روروة، الرجل القوي في أروقة الفيفا والكاف. يعد روروة الجزائري الوحيد والأول الذي أقر بقانون البهاماس. هذا القانون اللي كان في الأصل من اقتراع الحاج محمد روروة، كان في 2003 في الدوحة في قطر، وتم تعديل عليه في 2009 في صيف 2009 في البهاماس. من بعدها تم تأهيل اللاعبين حسن يبدأ ومراد مغني في ظرف قياسي في 2009، والآن رانا في 2019، 10 سنوات في ظرف قياسي لا يتعدى 40 يوم. الآن بتطور التكنولوجيا تأهيل اللاعب لا يتعدى 20 يوم، لا يتعدى 20 يوم. لكن أين الحاج محمد روروة؟ مش موجود. كاين رئيس الاتحادية المحترف المسير الرائع من قبل قناة نهار، اللي قالوا لنا أحسن مسير في تاريخ كرة جزائرية، ولا لاعب جبناه. مسير بارع هو زطشي اللي بعث الطبيب الفوزي غولان في ظرف 24 ساعة ولا أقل من 24 ساعة. كان الطبيب في حدا منزل فوزي غولان في نابل، أقل من 24 ساعة كان الطبيب موجود في منزل فوزي غولان. لكن لما يتعلق الأمر بتأهيل لاعب بناسيونو للمنتخب الوطني، تصبح اتحادية زوتشي أفشل اتحادية، ويصبح التسيير هاوي. لماذا؟ لأن اللاعب البيناسيونو سوف يحرم زوتشي من لاعب من الأكاديمية في المنتخب الوطني. نهضر الآن بالدارجة باش الناس تفهمني مليح. خير الدين زوتشي بعث الطبيب تاع الفوزي غلام في ظرف أقل من 24 ساعة، كان الطبيب حذا المنزل في المنزل نتاع فوزي غلام باش يكشف على فوزي غلام ويبين باللي فوزي غلام رفض باش يجي المنتخب الوطني وكذا وكذا، والفيلم اللي داروه الاتحادية. لما يتعلق الأمر اللاعب تستفيد منه الجزائر، زوتشي يرفض، خاصة بناسيونو. زوتشي ماذا به يجيب اللاعبين نتاعه، وماذا به من الأولويات نتاعه يكونوا من بارادو. الأولويات يكون من بارادو فيكتور. وزيدكم حاجة، من اللي جات الاتحادية هذه أفشل اتحادية مش في الجزائر، في إفريقيا، بقيادة زوتشي ومدان بالأخص ماناجير، أفشل ماناجير منذ الاستقلال وأفشل ماناجير في إفريقيا. نعطيكم بالدليل. سابقا روروة أهل كما قلت مغني ويبدأ وخلي لاعبين مسابقين، وخاصة مغني ويبدأ في الدمي النفط بعد التعديلات نتاع قانون البهاماس 2009. من بعدها آخر لاعب لأهله الحاج محمد روروة يكاليفي ما كانش 15 يوم ولا 20 يوم، ماكسيموم 15 يوم. روروة اخترع بحكم علاقاته هو آدم والناس، آدم والناس أهله روروة في 2017 عشية مقابلة الكاميرون، جزائر الكاميرون في تشاكر، ولما كان مصور يعني كان مصور بالقميص على المنتخب الوطني كان كاليفي. من بعدها تم إزاحة روروة لأسباب سياسية وغير رياضية، يعرفها العام والخاص. من بعدها ما زدنا شفنا ولا لاعب يلعب في الصف الأول في الأقسام الأولى، يعني سواء فرنسا، إيطاليا، ألمانيا، إسبانيا، البرتغال، بناسيونو نحكي، يلعب في المنتخب الوطني أوفيسيال.
جبنا فيكتور لكحل يلعب في الدرجة الثانية الفرنسية. فيكتور لكحل الباسبور نتاعو دارو هو. نزيدكم معلومة، في وقت روعة من 2009 ولا حتى 2016 لعب، كان هو اللي يجيب له الباسبور، كان يخدم له الباسبور بمساعدة أيضا وليد صادي الشاب النشيط، يجيب له الباسبور، أوراق التغيير الجنسية، كل شيء يكون مريقل، كل شيء يكون مريقل. الآن اللاعب هو فيكتور لكحل، وهو اللي خدم الباسبور نتاعو، ونزيدكم من بيتي شعر، وهو والعائلة نتاعو اللي دفعت الملف نتاعو في الفيفا. واش نقول لكم؟ هذه الواقع التبهديلة رانا فيها، اتحادية تبهديل. هذه الاتحادية اسمها اتحادية تبهديل. وهذا الواقع، مش نكذبوا عليكم، هذا الواقع اللي رانا فيه، وهذا من الناس اللي كانوا يطبلوا لنا في البلاطوات وفي وخاصة القناة الأولى ليهم، قناة نهار معروفة، قناة رقم واحد في زاتشي. قلت لنا باللي راهو يجيكم رئيس اتحادية، ينسي في روروا قمة الاحترافية، شاب طموح وكذا وكذا. هنا شفنا الخير كاين، شفنا بعينينا بلا ما تقولوا لنا، شفنا بعينينا. إذا فيكتور لكحل العائلة تاعو سوت له الوضعية تاعو في الفيفا، تغيير الجنسية، الملف كذا. ما عندنا لا مناجر لا رئيس اتحادية، الله غالب. من بعدها باش تعرفوا الاستثناء الوحيد في العالم، مش في افريقيا، في العالم، لاعب دوموندي قال نلعب مع الالجيريين، نجي نلعب مع الجزائر، راني واجد ان نوجد لكم الباسبور، نخدم لكم الباسبور، واش نزيدكم اكثر من هكا. هو اندي ديلار خدم الباسبور ووجدوا ودفع ورقيه. لا الا ما تشوفوش، ما نروحوش اوروبا والعالم نقولوا متطورين. المروك لقجع يدير كيما هاك، المروك يديرو كيما هاك، تونس يديرو كيما هاك، ليجيبت مصر يديرو كيما هاك، يديروش. عفوا علاش لاعب اللي يقول لك نجي نلعب ليكيب ناسيونال، انا نوجد له رقيه، انا نخدم له الباسبور، انا نغير له الجنسيه، انا نوجد الملف العائلي نتاعو. يلا غالب احنا عندنا اتحاديه بزنس، الله غالب هذا الشيء اللي كاين. احنا اتحاديه ماذا بها اللي جوا تاع ليكيب ناسيونال كامل يكونوا منين؟ من لاماسيا، من الباك. لا غالب هذا الواقع، وقع المارير المر، لا غالب الشعب على باله من مصر، لا غالب لا غالب. انا كنتو تقولوا لنا باللي ميير بريزيدون هو صدش، نهار كان نقول باللي جاي جايني على سيكم في روروا روروا، الحكايه انك تطير والطين ما تقولش 20 يوم، هذا في الشهرين. السيد عنده اكثر من شهرين قال لهم نحب نجي نلعب لارجيني، وعنده شهر ونص من وجود الباسبور، عنده حوالي شهر، ما نقولوش شهر، نقولو شهر برك وجد باسبور. وين لا فيديراسيون؟ والو. وين راح دور المناجير؟ والو. وين دور الاتحادية؟ والو. ومن بعد تقولوا لنا انتم تكرهوا زكشي وتكرهوا مدان وتحبوا روراوا وروراوا يخلص فيكم وتشيتوا روراوا. يا اخي واقع، على اندي دولور ما لعبش في ليكيب ناسيونال هذا بسبب عدم تأهيله في الفيفا. شكون اللي اهله في الفيفا؟ اهله روراوا، يأهلوا أنا، يأهلوا واسمه وليد صادي، يأهلوا المناجر بالأخص الاتحادية بزاتشي، هو اللي كالي فيه، ومع العمل مع مساعدة نتاعو مدان. يا ما داروش الخدمة نتاعو، حاوين الدولة، وين التحقيقات؟ واحد اللي قصر في العمل نتاعو يتعاقب يتحاسب، وهذا بالك سايبة سايبة، يعني ما يتعاقبش يعني ما يتحاسبش. قصرت في العمل تاعك تتعاقب، تتحاسب يا سيدي، ما نقولش تعاقب، تتحاسب. انا نخدم في شركه، المسؤول نتاعي المدير قال لي اخدم الخدمه هذه، ما حبيتش نخدم، انا ما خدمتهاش، ما نخدمش، نتحاسب، يخصمولي نتحاسب. نفس الشيء صار شي موظف مدان، موظف قصرت في العمل تاعك تتحاسب. في هاد الناس فوق القانون، مدام فوق القانون، زاتشي فوق القانون، واحد ما هو فوق القانون، واحد ما هو فوق القانون، ني زاتشي، ني مدام، ني زيد، ني عمر، واحد ما هو فوق القانون. واجب نتاعك تأهل اللعب هذا وتكالي في الجوار هذا، ما قدرتش ولا ما عرفتش، باب كبير واسع وكبير وديماري، ديماري، خلاص ما عرفتش ني تاني مدام ولا ما حبيتوش تكالي فيه. كما يقول المصري
الباب يفوت جمل، الباب يفوت زرشي ومدان، هذا واش نعرف؟ ما قدرتوش روحوا، روحوا ومحاسبة، لازم محاسبة. أنا تشك المثال، أنا خدمت، مدير نتاعي قال لي يا خويا خدم لي خدمة، ما حبيش نخدمها، ما طقت ليش ولا ما حبيش نخدم ولا، نتحاسب، نتحاسب في العمل نتاعي نتحاسب، ما دامني موظف نتحاسب. نفس الشيء زرشي موظف، مدان موظف، يتحاسب يتحاسب، ومش أول مرة. فيكتور لكحل أبرز مثال، فيكتور لكحل والعديد من المواهب اللي راحوا، وروحوا شوفوا الإي 15 إي 17 الإي 20، خاصة الإي 20 بهديل كبير، بهديل كبير. علاه شارف راح؟ وروحوا سقسيو شارف على ديميسيونا، وروحوا سقسيو شارف لي جوار لي دوموندان، واحد ما جابوهم بالخير كيبدا يبان بالخير تاع الانتار راح طورينو. شفتوه في الايفان 3 والو، واش دار زوتشي؟ راح جاب لكم واحد فرنسي. علاش؟ خلينا من الخلفيات، ما نحكوش على الخلفيات، نحكيو علاش، خاطر ما يعرفش البيت الداخل واش كاين، ما يعرفش هذا بالخير، ما يعرفش. عندك لا ليس باك لونترينور هاك هاك كيما ما عرف يمشي مدان، وزوتشي دائما مع الكاراز يجي يوجدوا له لا ليس هاك العب العب بهذم، هذو اللي كاينين في الجيري. كداش تلقى 11 12 جوار من بارادو، يعني الجيري كامل كاين بارادو برك، باش ما تقوليش راك تحام على بارادو، ما كان بارادو. فسروا لي علاه الفئات الشبانيه من يوكانز حتى المنتخب الوطني الاول اللي فيه بالماضي كامل باغيين من بارادو. علاه؟ باش تقولوا لي نكره بارادو، انا سيدي نعطيكم علاش، لانهم هذوما يدوا صفه اللاعب الدولي ستاتيو انترناسيونال باش يتباعوا، وكي يتباعوا وين تروح الدراهم؟ تروح في جيبنا، تروح في جيب لونترينور، تروح في جيب روراوا، تروح في جيب زاتشي، ومن بعدها لازم يقسم الغنيمه مع مدان والجماعه ومع لي صحفي اللي يضربوا معاه ويعاونوه، ولازم يدوا كل واحد يدي النصيب نتاعو. يعني الاتحاديه والمنتخبات الوطنيه عباره عن بزنس، الواقع المر يقول بزنس، هذا هو الواقع. باش نختم خوتي، قضيه اندي ديلور قضيه سبب نتاعها الاتحاديه، الاتحاديه كانت باغيه نعيجي يلعب لانه باش يتباع، لان اللاعب هذا يلعب في بارادو باش يتباع لازم يلعب. اذا ما تفهمش معاهم بالماضي واش داروا له كعقاب لي بالماضي، ما حبوش يسوي الوضعيه نتاع اندي ديلور، وشكون يدفع ثمن؟ هو المنتخب الوطني والمناصر طبيعة الحال اللي دمه محروق على ليكيب ناسيونال، دمه محروق عليها. لكن للاسف هذه هي افشل اتحاديه في افريقيا، افشل اتحاديه في افريقيا هي اتحاديه زرشي والمناجر نتاعو مدام اللي رافضين رفض قاطع اي لاعب ينافس لاعبين لاماسيا بارادو. للاسف بالماضي الان واش دار لهم؟ راح جاب لهم سليماني، وعلى باله بلي سليماني مش يلعب، وعلى باله بعيد عن المنافسه. بصح كعقاب ثم جبت حابين، انا طلبت نقولها لكم اوفيسير، اندي ديلور كان باص عليه بالماضي اقصى حد بنسبه اكثر من 95%، كان حطوا اولويات وكان موجدوا للكوب دافريك، مام حتى الجوار العالم كامل شاف التدريبات الشاقه يدارها بعد نهايه الموسم، كان بروغرامي اندي ديلور. مش يخرج هو الصحافه يقول لهم انا اللي طالب اندي ديلور لازم نجيبه، يقولهاش. بصح اندي ديلور كان البروجي نتاع بالماضي، من بعد داروا له الفيلم ما حبش يعيط للعنجي، ما راسلنا احنا دوكا نديروا لك الفيلم الاخر، لعبوا له الفيلم كي مدان كي زتشي. قضيه تسويه الوضعيه تاع اندي ديلور وتغيير الجنسيه هذه امر واقع، لعبوا له في الفيلم باش ما يجيبش اندي ديلور. من بعد بالماضي راح للخيار الاخر وهو سليماني، هذه كعقاب لزرشي ومدان، رد اعتبار بالماضي، رد اعتبار نفسه. اذا خوتي دائما نقول ونعاود، اختيارات بالماضي هو اللي يتحمل المسؤوليه نتاعها، احنا دائما مواقفين مع المنتخب الوطني في السراء وفي الضراء، نتمناو الخير للمنتخب الوطني، نتمناو له مشوار رائع، ولما لا يفرح أكثر من 40 مليون جزائري في كان مصر.
في الأخير خوتي ملاقاتنا مع مجمل فيديوهات، صح فطوركم وصح أسحاركم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.